السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة متعة التعلم مع مستر أشرف حسين. إن شاء الله النهاردة هنكمل أزمنة اللغة الإنجليزية، ومعانا النهاردة زمن المضارع المستمر، وهو من الأزمنة الهامة جدا في اللغة الإنجليزية. كالمعتاد قلنا في الفيديوهات اللي فاتت إن إحنا عندنا أي زمن بنركز فيه على 5 حاجات رئيسية، اللي هي التكوين، الاستخدام، الاستفهام، الكلمات الدالة النفي، او بنقول التكوين الاستخدام الاستفهام الكلمات الدالة النفي، وناخد ان شاء الله العناصر دي بالتفصيل. خليكم معنا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغط على علامة الجرس اسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. التكوين سهل جدا، تكوين المضارع المستمر بتستخدم am و is و are زائد مصدر الفعل بيضاف له ing، ولكن am و is و are في هذا الزمن ليست لها معنى، ولكن هي بتستخدم كأفعال مساعدة لتكوين الزمن. عندنا المثال الأولاني I am running، زي ما احنا شايفين I دي بعدها am ثم الفعل run ضفنا له ing. عندنا he و she و it بياخدوا is وبيضاف للفعل بعديهم ing، زي ما احنا شايفين في كلمة eating cooking running. أما الناحية التانية عندنا we و they و you، هم الثلاثة بيجي بعديهم are، وبعد R بنضيف للفعل ING زي studying having looking. يبقى احنا زي ما قلنا لازم نستخدم في الأول am أو is أو are، وبعدين بنضيف للفعل ING. عندنا هنا بعض الملاحظات الهامة عند إضافة الـ ING، يعني عندنا الفعل إذا انتهى بـ E زي مثلا كلمة smoke بنحذف حرف الاي وتضاف ing، فبنقول he is smoking. اما اذا انتهى الفعل ب ie زي كلمة lie زي كلمة die بنحذف ie تماما ونضيف بدلها ying زي she is lying. عندنا هنا الملحوظة الثانية، اذا كان الفعل وحيد المقطع وينتهي بحرف ساكن يسبقه حرف متحرك يضاعف الحرف الاخير. يعني ايه فعل واحد المقطع؟ هو الفعل الذي يحتوي على حرف متحرك واحد فقط، فعند اضافة الـ ING للفعل run بنضاعف حرف الـ N وبعدين نضيف ING. وكذلك ايضا كلمة stop الـ P هنا حرف ساكن قبلها الـ O حرف متحرك، عند اضافة الـ ING بنكرر الـ P مرة تانية فتبقى stopping. الملحوظة الثالثة، إذا كان الفعل مكون من مقطعين وينتهي بحرف ساكن يسبقه حرف متحرك لا يضاعف الحرف الأخير إذا كان تركيز النطق على الجزء الأول من الفعل. يعني إيه الكلام ده؟ لو إحنا بصينا لكلمة enter هنلاقينا وإحنا بننطقها بنركز على الـ E والـ N أكتر من تركيزنا على الـ R، عشان كده بنضيف ING مباشرة حتى وإن كان ساكن وقبليه حرف متحرك. أما إذا كان الفعل بنعمل stress أو بنركز في النطق على الحرف الأخير فبيضاعف الحرف الأخير، زي كلمة travel بتبقى traveling. لو لاحظتوا معانا هنا كررنا حرف الـ L تاني لأن احنا بنركز عليه عند النطق. كذلك كلمة refer عندنا، لو انت لاحظت ان احنا بنعمل stress على حرف الـ R أو بنركز عليه في النطق، فلذلك عند إضافة الـ ING بنكرر الـ R مرة تانية. الاستخدام، المضارع المستمر بيستخدم للتعبير عن أشياء بتحدث الآن، يعني عند النقطة دي بالظبط عند كلمة ناو، وممكن أيضا يعبر عن شيء سوف يحدث في المستقبل، ممكن أيضا يعبر عن شيء سوف يحدث في المستقبل، بس ما ينفعش يعبر عن شيء حدث في الماضي، بعكس المضارع البسيط اللي ممكن نقول انه بيستخدم للتعبير عن اشياء حدثت وتحدث وسوف تحدث في المستقبل، اللي احنا بنسميها عادات يومية متكررة. عندنا امثلة لاشياء بتحدث الان، زي بقول he is walking to school now، يعني انت لو لاحظت هو بيمشي في اللحظة اللي انا بتكلم فيها الان، احداث مخطط لها في المستقبل، ودي الاستخدام الثاني، زي بقول I'm traveling to London next week. ولكن لازم نلاحظ ملحوظة غاية في الأهمية، عند استخدام المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل
لابد ان احنا نستخدم كلمة من الكلمات الدالة على المستقبل. يعني في مثالنا ده استخدمنا كلمة next week، هي من الكلمات الدالة على زمن المستقبل بسيط. فاذا كنا عايزين نستخدم المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل، لابد ان احنا نستخدم كلمة من كلمات المستقبل. اما لو تركت الجملة زي ما هي كده بدون next week، ففي هذه الحالة تعبر عن شيء يحدث الآن، ويبقى ده زمن المضارع المستمر. الاستخدام الثالث، وده استخدام جميل جدا، بيتكلم عن تغييرات او اتجاهات مؤقتة. يعني زي ما بقول tourism is growing in our country this year، ان السياحة بتنمو في بلدنا هذا العام. معنى هذا ان هذا العام فقط فيه نمو سياحي وليست حقيقة ثابتة نقدر نستخدم معاها المضارع البسيط. وان شاء الله في الفيديو الجاي هحاول اعمل فيديو افرق فيه بين المضارع البسيط والمضارع المستمر بالتفصيل، ازاي نستخدم كل واحد عشان ما يبقاش فيه اي لخبطة في استخدام الزمنين. الاستفهام لتكوين سؤال في زمن المضارع المستمر، اول حاجة بنستخدم verb to be زي ما قلنا، اللي هو am و is و are، بعد كده الفاعل، بعد كده بنستخدم الفعل زائد ing. يعني مثلا عندنا في السؤال الاول بدأنا ب is، وبعد كده استخدمنا he، وبعد كده استخدمنا running، فبقت is he running، والسؤال هنا هل هو يجري. فاذا كانت الاجابة مثبتة هنقول yes he is، او اذا كانت منفية هنقول no he isn't. المثال الثاني are you cooking، هل انت بتطبخ؟ فاذا كان هيقول نعم هيقول yes I am، واذا كان هيقول no هيقول no I am not. الاسئلة بادوات الاستفهام، طبعا زي ما تعودنا دايما بنضع اداة الاستفهام في الاول، وبعدين بنستخدم الفعل المساعد. وفي حالة الزمن بتاعنا النهاردة هيبقى الفعل المساعد اللي هو verb to be، وبعدين بنضع فعل الجملة، وبعدين بنكمل بالفعل الاساسي. يعني المثال الاولاني Amani is playing the piano، هتبقى أول حاجة هنستخدم أداة الاستفهام what، وبعدين الفعل المساعد is، بعد كده الفعل اللي هو أماني، بعد كده playing، وبنعزف كلمة the piano لأن سألنا عنها بكلمة what. أما المثال الثاني Marwa is going to Germany، أول حاجة هنستخدم أداة الاستفهام where، بعدين بنستخدم الفعل المساعد is، وبعد كده بنستخدم الفعل Marwa، وأخيرا بنختم بكلمة going. الأسئلة الباقية حاول تكتب الإجابات عندك في ورقة، وتراجع الفيديو وتراجع الشرح مرة تانية، وإذا في حاجة صعبة عليك ممكن تكتب لي في التعليق أسفل الفيديو، وهرد عليك بإذن الله في أقرب وقت. نفي المضارع المستمر طبعا كالمعتاد بينفى باستخدام not بعد verb to be بعد am أو is أو are. يعني المثال الأولاني he isn't running، لاحظوا ان انا استخدمت not بعد is، بس بختصرها في النطق وبقول او بسماها short form، الصيغة المختصرة isn't. المثال الثاني you aren't cooking، لاحظوا ان انا استخدمت aren't اللي هي are not. النقطة الثالثة قلت I am not eating، انا لا أكل، وده بالنسبة للنفي بسيط جدا زي ما انتم شايفين. في الأمثلة اللي معانا دلوقتي عايزين ننفي الجمل ديت. الجملة الأولى The boy is playing tennis now، بطريقة بسيطة جدا is هتبقى isn't، The boy isn't playing. المثال الثاني We are having dinner now، هننفيها هتبقى We aren't having dinner now، وضعنا not بعد are بقت aren't. الجملة الثالثة Mona is doing her best for the exams، هننفيها Mona isn't doing. يعني كالمعتاد هنضع not بعد is، وده موضوع سهل جدا. آخر حاجة معانا في درسنا النهاردة اللي هي الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر، وهم كلمات سهلة جدا وبسيطة look listen at the moment at present now currently. وممكن نسهلهم شوية ونقول الاثنين فيهم بيبدأوا بحرف ال اللي هما look و listen، ولازم يجي بعدهم علامات تعجب بيجوا في بداية الجملة.
عندنا اتنين بيبدأوا ب at at the moment و at present، وعندنا now و currently. دي بالنسبة للكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر. جينا دلوقتي لفقرة التدريبات. معانا أسفل الفيديو في صندوق الوصف في مرفق ممكن تنزلوه تعمله داونلود، وهتلاقي فيه أسئلة كتيرة جدا متنوعة عن زمن المضارع المستمر. نزلها وحاول تحلها، وإذا كانت في أي حاجة صعبة عليك ممكن ترجع لصفحتنا على الفيسبوك أو الجروب، وممكن تكتب في التعليقات أسفل الفيديو إيه اللي صعب عليك، وإن شاء الله هرد على جميع التعليقات. وقبل ما ننهي بأطلب منكم إنكم تشتركوا في القناة إذا عجبكم الشرح، اضغط أعجبني واترك تعليق أسفل الفيديو واعمل شير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.